شفتوا الناس يا جماعة بيموتوا كتير في لحظة اضطراب ازاي؟ أعرف واحد صديقي بيحكي لي، بيقول لي كنت راكب طيارة مسافر من بلد لبلد، وجنبي واحد شكله راجل غني جدا 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 ومعاه شنطة، وإحنا طايرين وبدأ الراجل ده يأتيه ملك الموت، لحظة الموت، وملك الموت ما بيحجبوش لا طيارة ولا سما ولا أرض، فبدأ يجيله ملك الموت وبدأ الراجل يبان عليه ويفتح زرار الشاكته ويعرق خلاص بيموت. فصاحبي بيقول لي فحسيت ان هو بيموت، فوطيت بقى عليه وجات الممرضات، فانا قلت اعمل حاجه مفيده، فقلت له قول لا اله الا الله. يقول له اديني الشنطه. فاقول له قول لا اله الا الله. يقول لي هات الشنطه معايا. فاقول له قول لا اله الا الله. يقول لي انا عايز الشنطه في حضني، فلوسي في الشنطه، ورقي في الشنطه. فصاحبي مسكه كده وهزه قال له قول لا اله الا الله. قال له يا اخي مش عارف اقولها. فسبحان الله، يعني يا ترى اللحظه الاخيره شكلها ايه يا جماعه؟ يا ترى لحظتنا الاخيره يا ترى هتبقى سلام وامان والعيله ملمومه؟ يا ترى يا شباب يا اللي بتسمعوا عن اصحاب كل ماتوا وهو واخد اوفر دوز في مخدرات، ولا وهو بيعمل الذنب الفلاني، ولا هو مخمور، ولا في حادثه عربيه لما كانوا شاربين، يا ترى الموته دي تبقى ايه؟ عايز تعرف موتك هتبقى سلام ولا لأ؟ أنا أقدر أقول لك. إيه يعني بتخمن؟ لأ. شوف أنت بتنام كل يوم على إيه؟ على سلام؟ ولا على اضطراب؟ ولا على معصية؟ ولا على عقوق والدين؟ ولا على فساد في الأرض؟ ولا على فشل وعدم شغل؟ عايز تعرف لحظة الموت هتبقى إيه؟ مش النوم ده الموتة الصغرى؟ مش ربنا بيقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ فتطلع الأرواح كلها، تنام أهل المدينة، يناموا أهل المدينة، فكل الأرواح تطلع عند الله تبارك وتعالى. يقول الله فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي كتب عليها الموت ما تنزليش. شوفوا ملك الله وقدرة ربنا. ويرسل الأخرى، اصحى اصحى اصحي اصحي فوق يلا. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يا جماعة احنا رحنا باليومية، احنا ماشيين، ما ربنا ماشينا باليوميه، خدها هاخدها منك بالليل، خدها. طب مش هنام، مش هتقدر، هيجي لك انهيار عصبي وتنام، نام عشان روحك ترجع. يا جماعه عايزين تعرفوا الموتة هتبقى زي السيده خديجه بسلام ولا لا؟ اسالوا نفسكم انا بنام كل يوم على ايه؟ شوف الايام والليالي معديه ازاي، بسلام ولا باضطراب وذنب ومعصيه وفساد وفشل؟ تعرف الموتة هتبقى شكلها ايه؟ Thank you.